الاهلي يستقر على دعم دفاعه بلاعب المنتخب المصري، هل يعود مصطفى فتحي للزمالك ام للاهلي؟ صفقات جديده في الاسماعيلي. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في التشانل يا ريت تشرفني وتعمله، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، وتكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. مدير الكرة بالنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث عن احتياجات النادي الاهلي، وقال ان فترة الانتقالات الشتوية فاضل عليها حوالي 8 ايام وتنتهي، وان النادي قد يضم لاعب مدافع علشان يعوض الاصابات الكتيرة اللي حصلت في صفوف الاهلي في الفترة الماضية. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي هيفتقد باذن الله الفترة القادمة لنجم دفاعه الظهير الايمن الاساسي للمنتخب الوطني اكرم توفيق اللي اصيب مع منتخب مصر بكأس الامم الافريقية بالكاميرون بقطع في الرباط الصليبي، هيغيب على الاقل لمدة 6 شهور، ده بالاضافة لغياب المساك المغربي المحترف بدر بنون اللي هيغيب لمدة 1.5 شهر على الاقل بسبب اصابته بمضاعفات بعد اصابته مرتين بفيروس كورونا، نتمنى ليه الشفاء باذن الله. النادي الاهلي وجد ضالته في لاعب المنتخب الوطني ولاعبه اصلا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم من ناشئين النادي الاهلي، وعير من حوالي 2 3 سنين كده النادي سموحة، وكان المدير الفني السابق للنادي الاهلي السويسري رينيه فايلر كان معجب بيه جدا، وكان قرر ان هو يرجعه تاني ويقطع اعارته مع نادي سموحة ويرجعه للنادي الاهلي، لكن للاسف الشديد رينيه فايلر رحل من النادي الاهلي وكمل اللاعب اعارة في سموحة، وهذا الموسم وعير من النادي الاهلي لنادي فيوتشر. نادي الاهلي بيجري حاليا محاولات كبيره جدا لقطع اعاره اللاعب محمد عبد المنعم علشان يعود مره تانيه لصفوف النادي الاهلي، خصوصا بعد تالقه مع المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه ولعبه في التشكيل الاساسي واحرازه لهدف الفوز للمنتخب الوطني امام السودان في المباراه اللي انتهت لصالح المنتخب الوطني بنتيجه 1-0 وتحقيقه لارقام كويسه جدا في الناحيه الدفاعيه، لدرجه ان بعض المواقع اختارته في تشكيل مرحله المجموعات من المنتخبات المشاركه ال 24 في كاس الامم الافريقيه. محمد عبد المنعم مساك وبيجيد ايضا اللعب في مركز الظهير الايمن، وده المركز اللي لعب فيه في اول مباراه المنتخب بكاس الامم الافريقيه امام نيجيريا لما نزل كبديل لاكرم توفيق اللي اصيب. اللاعب ابدى رغبته الشديده في العوده للنادي الاهلي او في الاحتراف الخارجي، طبعا ده شيء طبيعي ومنطقي لانه اصلا من ناشئين النادي الاهلي وعقده مع النادي الاهلي. حتى الان نادي فيوتشر بيرفض قطع إعارة محمد عبد المنعم وبيتمسك بشدة باستمرار اللعب مع فريقه فيوتشر حتى نهاية هذا الموسم. هنشوف ايه اللي هيحصل في الساعات القادمة بإذن الله، لكني أتوقع إن النادي الأهلي يقدر يوصل لتسوية مع نادي فيوتشر، خصوصا إن العلاقات ما بين الجانبين علاقات قوية جدا، ونادي فيوتشر بيضم أكثر من لاعب على سبيل الإعارة من النادي الأهلي مش محمد عبد المنعم فقط لا غير. فاكرين المهاجم الكونغولي للنادي الأهلي والتر فواليا اللي النادي الأهلي كان اشتراه من حوالي موسم ونصف من نادي الجونة؟ النادي الاهلي كان اعار والتر بواليا لنادي مالاتيا سبور التركي، اعارة بنية البيع، لكن يبدو ان البيع لن يتم كما كان يرغب النادي الاهلي بسبب عدم تقاضي والتر بواليا لمستحقاته، بالتالي فسخ والتر بواليا عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي، واصبح النادي الاهلي دلوقتي في ورطة بيحاول انه يجد عقد لوالتر بواليا. يبدو ان نادي البنك الاهلي هو اللي هيستهدف والتر بواليا في الساعات القادمة. نادي البنك الاهلي في اتصالات غير رسمية حاليا مع مسؤول النادي الاهلي للتعاقد على سبيل الاعارة مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، كان ترددت اشاعات ان النادي الاهلي بيطالب ان يحصل صفقة تبادلية ما بين والتر بواليا وما بين المدافع الدولي اللي انضم لمنتخب مصر في كأس العرب الاخيرة احمد ياسين، لكن مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي نفى بشدة هذا الكلام وقال ان موسيماني لم يطلب التعاقد مع احمد ياسين حتى الان، وان النادي الاهلي بيحترم قدرات احمد ياسين المميزة جدا، لكن لو حصل وطلب النادي الاهلي ضم احمد ياسين هيكون بشكل منفصل تماما عن صفقة والتر بواليا. مصدر من داخل النادي الاهلي اكد ان والتر بواليا وصل العديد من العروض منها عروض من خارج مصر، وان النادي بيدرس حاليا جميع العروض دي وهيختار الانسب للاعب وللنادي الفتره الجايه باذن الله.
سليمان الفهيد المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي بيرفض بشدة الإفصاح عن تفاصيل تعاقد النادي التعاون السعودي مع لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري مصطفى فتحي. النادي السعودي أعلن في الساعات الماضية ضمه لجناح نادي الزمالك البالغ من العمر 27 عام لمدة سنتين ونص، ممكن أن تمتد الموسم ثالث. وعند سؤاله حول هل في بند بيسمح أو بيقبل مصطفى فتحي انه لو حاب يرجع لمصر يعود لنادي الزمالك، اجاب المتحدث باسم نادي التعاون السعودي ان هو لا يستطيع الحديث عن شيء في العقود، وانه بيعتقد ان الاعلام اكيد بيحترم ذلك. طبعا الكلام ده تردد، لان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور كان صرح وقال ان نادي الزمالك لن يسمح ببيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي الا اذا تاكد او حط بند يشترط عوده مصطفى فتحي. لو هيرجع لمصر يرجع لنادي الزمالك، وده طبعا لان كان في كلام كتير جدا تردد في الايام الماضيه والاسابيع الماضيه ان مصطفى فتحي اللي كان عقده بينتهي بنهايه هذا الموسم مع نادي الزمالك ويحق له التوقيع لاي نادي مجانا في طريقه الى النادي الاهلي. مصطفى فتحي بدا حياته الكرويه مع نادي نابارو واتنقل لناشئين نادي الزمالك في موسم 2013، ألق مع نادي الزمالك بشده وانضم لصفوف المنتخب الوطني، واتنقل لنادي التعاون السعودي برضه قبل كده في موسم 2017-2018 في نصه الثاني على سبيل الاعاره، عشان يرجع بعد كده تاني لنادي الزمالك ويتنقل على سبيل الاعاره تاني السنه اللي فاتت لنادي سموحه وتألق بشده ويحتل المركز الثاني بعد محمد شريف مهاجم النادي الاهلي في صداره هدافي الدوري المصري، علشان يرجع تاني نادي الزمالك هذا الموسم ويسجل حتى الان 4 اهداف ويصنع هدف اخر في 8 مباريات شارك فيها مع نادي الزمالك هذا الموسم. رأيي الشخصي ان نادي الزمالك خسر خسارة كبيرة جدا ببيع مصطفى فتحي، لان احنا عارفين ان نادي الزمالك محروم من القيد لفترتين قيد، وبالتالي نادي الزمالك اللي عنده نقص في مراكز كتيرة في فرقته مش هيقدر يضم لاعب مكان مصطفى فتحي اللي كان حجز مكان اساسي ليه الفترة الماضية في تشكيلة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرو. صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون السعودي كلفت النادي السعودي $1 مليون، مبلغ قد يكون جيد للاعب هينتهي عقده من نهايه هذا الموسم، لكن خساره نادي الزمالك الاكبر هتكون فنيه داخل الملعب، نتمنى ان هو يتغلب عليها باي طريقه بقى باذن الله. صفقات النادي الاسماعيلي خلال الساعات الماضيه تردد كلام كتير جدا داخل المواقع الرياضيه. كل الكلام اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي خارج من مصادر رسمية داخل النادي الإسماعيلي لمواقع رياضية، أنا معرفش مين المصدر بصراحة اللي بيسرب الأخبار دي اللي المفروض إنها تكون سرية علشان الحرص على إتمام التعاقد في النهاية، لكن ده اللي حصل وده اللي هقول لكم عليه حالا. مصدر مسؤول داخل النادي الاسماعيلي صرح لموقع فيك جول وقال ان النادي الاسماعيلي بيستعد لاجراء صفقه تبادليه مع نادي المقاولين العرب. نادي الاسماعيلي هيسيب للمقاولين العرب حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم اللي شارك بشكل اساسي مع النادي الاسماعيلي في المباراه الماضيه بكاس الرابطه وظهر بمستوى ما عجبش جماهير النادي الاسماعيلي، وفي المقابل هياخد النادي الاسماعيلي من نادي المقاولين العرب الحارس حسن شاهين اللي بيشارك على فترات بشكل اساسي مع المقاولين العرب في ظل لوجود محمود ابو السعود اللي بيشارك بشكل اساسي بصوره اكبر. صفقه تبادليه اخرى هيجريها النادي الاسماعيلي او بيتردد ان في مفاوضات عليها ما بين النادي الاسماعيلي وما بين المقاولين العرب، هي استغناء نادي الاسماعيلي عن المدافع الايسر محمد بسوقي وفي المقابل يترك نادي المقاولين العرب ظهيره الايسر احمد عبد العزيز زيزو، الظهير الايسر المتميز بشده لكنه برضه ما بيشاركش بشكل اساسي في ظل وجود حسن الشامي. نادي المقاولين ايضا عايز من النادي الاسماعيلي الجناح احمد مصطفى في مقابل جناح نادي المقاولين الايمن الايسر وصانع الالعاب يوسف الجوهري. المصدر اللي من داخل النادي الاسماعيلي بيقول ان الصفقه قد تتم خلال الساعات القادمه. في رايي الشخصي لو حصلت الصفقه دي هي صفقه جيده جدا للنادي الاسماعيلي، لان الثلاثي اللي هيجي من المقاولين العرب ثلاثي موهوب جدا عكس الثلاثي اللي بيلعب للنادي الاسماعيلي اللي لم يظهر بشكل جيد حتى الان. مصدر تاني من النادي الاسماعيلي بيؤكد برضه الموقع في الجول ان النادي الاسماعيلي بيتفاوض او في الخطوات الاخيره للتعاقد مع مهاجم منتخب فلسطين الاولمبي ونادي اتحاد خان يونس الفلسطيني خالد النبريس. المصدر بيقول ان النادي بيسعى للتعاقد مع اللاعب الفلسطيني لتدعيم خط الهجوم، وان اللاعب كان وقع عقد ثلاثي مع اللجنه الثلاثيه السابقه اللي كانت بقياده الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان، لكن الصفقه لم تتم في النهايه. طبعا لوائح الاتحاد المصري لكره القدم بتتيح للانديه المصريه التعاقد مع اللاعب الفلسطيني وعدم احتسابه لاعب اجنبي، وده شيء هيكون مميز جدا لو طلع لعيب ذو قدرات كويسه تقدر تفيد هجوم النادي الاسماعيلي. اللاعب انا اتفرجت ليه على فيديوهات ويبدو ان هو شبيه اداؤه كده بمهاجم نادي بيراميدز والمصري السابق الفلسطيني محمود وادي، اللاعب
يجيد ضربات الرأس بشكل كويس خطها في داخل منطقة الجزاء وبيتميز بالضربات الثابتة. ايضا مصادر داخل النادي الاسماعيلي تحدثت في الساعات الماضية على ان النادي الاسماعيلي اتم المفاوضات واتم التعاقد مع ظهير ايمن نادي ديكيرنس شادي ماهر. شادي من ناشئين نادي انبي، اتنقل بعد كده لصفوف نادي الترسانة ومنه لنادي ديكيرنس. الناس بتتكلم عن شادي بشكل كويس او بيقول ان هو ظهير ايمن جيد وبيجيد اللعبة ايضا في مركز الجناح ومركز خط الوسط المدافع. على فكرة لجنة التخطيط بالنادي الاهلي كانت من سنتين عرضت شادي على المدير الفني السويسري للنادي الاهلي ريني فايلر، وكان في رغبة من لجنة التخطيط بالنادي الاهلي لضم اللاعب لكنها لم تتم في النهاية. اللاعب كان ليه وقعة طريفة جدا من شهور قليلة لما المنتخب الاولمبي بعت لنادي ديكيرنس بيطالب فيه لضم اللاعب لمعسكر المنتخب الاولمبي القادم، رغم ان اللاعب مواليد 97 والمنتخب الاولمبي اللي جاي اللي هو الجديد برئاسة او برضه بقيادة المدير الفني الابدي للمنتخب الاولمبي شوقي غريب المفروض بيضم لاعبين من عام 2001. يعني بكرر ان كل الحاجات دي لسه لم تعلن بشكل رسمي وكلها تسريبات من داخل مصادر من النادي الاسماعيلي ذات نفسه للاسف الشديد. اتمنى ان المصادر تبطل تسرب شوية علشان مصلحة المفاوضات والتعاقد في النهاية. لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل ياريت تشرفني وتعمل، وياريت تفعل الجرس عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. شكرا لكم، سلام عليكم.